يعطيكم العافية. معكم الشيخ ميسور كيبان، وجه الإعلامي لشركة هذا الخطاب، صاحب معهد لمسات فنية، شيف صاحب مطعم M37 دالي بالكرمل. رح نعمل اليوم وجبة موز عبور، منسف موز عبور. وجبة بتاخدش كتير وقت، كتير طيبة، الناس بحبوها كتير خصوصا برمضان وبالأعياد تبعونا. فلهيك رح نعملكو الموز على طريقتي الخاصة، لأني أنا بحبش أسلق لحمي. زي ما شايفين الموز، أنا بطلب من اللحام يعطيني الموز كل مرة، يشيل لي الموز بس يصيروا كمية باخذهم. باخذ الموز بحط عليهم شوية زيت مش أكثر، هنيم بشوية زيت، ملح خشن، فلفل خشن نفس الشيء، الشقة الثانية ملح فلفل. طبعا زي ما قلت أنا بحبش أسلق لحمي، بحب أتعامل معها كأنها صديقتي، شوي شوي تستوي على قلب من مهلها، لأن هيك تعطيني نكهة خاصة، النكهة اللي أنا بحبها. فلهيك رح أستعمل اليوم بخارة الرمل، رح أحط شوية زيت، قلب البخارة بدلناها، رح أحط الموز في بني بالبخارة، رح أحط معها أعلام قرفة، ورقات، هيل، حبتين هيل، شوية فلفل، حب، زيادة عليهم راح أحط ملعقة سمنة، طبعا هاي السمنة اللي إحنا بنعمل معها، زيادة عليهم راح أحط شوية من لبن عيران، هطبخ الموز مع اللبن، لبن عيران أو أي لبن مازج تطبخ، ضيف عليها مي، هذا نص لتر، بعد شوية ملح تقريبا الموز عندي صاروا جاهزين لندخلهن على الفرن. طبعا أنا بحب أحط الموز على حمل، ببلش في 170 أول ساعة ونص، بعدين بنزل ل 150-140 كمان ساعة ونص ساعتين ما بهمني، لأنه على حم 140 كمان بنزل الحم ل 140، فحتى لو حطيت من زيادة شوي فمش راح يصير شيء، اللحمة مش راح تسكر، بالعكس راح تستوي زي ما احنا بنحبها، راح تكون جلسي. فلهيك أنا بحب أعطي وقت الحم وأعطيه كمية ساعات أكثر، وهيك انا بحس بنكهه اللحم نفسها من غير ما اسلق لحمي، لانه اذا بسلق لحمي فمفضل انه اشرب مي اللحم، لانه كل فايت اللحم بتروح على المي، فاذا بتشربوا مي اللحم بتكون طيبه. انا هون بحب اتعامل مع اللحم ان تعطي النكهه تبعتها اكبر، اطلع منها النكهه تبعتها وتحافظ على حالها. لهيك راح ادخلها الفرن زي ما قلت اول ساعه ونص 170، بعدين بننزلها ل 140-150، بعطيها بعد ساعة ونص ساعتين حسب كل واحد والفرن اللي عنده. طيب زي ما شفتوا حطينا الموز في
الفرن. اجى الوقت انه نعمل الرز بعد ما بعد ما مضى وقت، طبعا قبل بساعة ما يخلص معانا بالفرن. ناخذ الرز، احنا بنقطع الرز طبعا ساعة قبل، اذا بتستعمل الرز الشبحة زي ما شايفين احنا بنقطعه قبل ساعة ونغسله ثلاث مرات. في ناس بتستعمل الرز الياسمين او الرز الحبة الطويلة، ممكن بس غسله غسلتين وخلص. احنا هون استعملنا رز الشبحة الحبة الصغيرة، فلهيك رح نعمله. طبعا على كل كاسة رز احنا بنعمله بنحط، على كل كاسة رز بنحط كاسة وثلاث ارباع مي، طبعا مش مي عادية، احنا بنسلق الدجاج مع الخضرة بناخذ المي تبعتها، وساعتها هيك احنا بنعمل الرز. بنقلب الرز عادي مع زيت بعد ما نقلب الرز، بعد ما الرز يكون كثير كثير حامي. طبعا على كل كاسة رز بدنا تقريبا أربع زلفات كبار زيت، عليهم أنا بزيد بين كاسة وكاسة وثلاث أرباع مي، بخليه يتنبت، باخذ الرز تبعي. هيك صار رز المنسف عندي جاهز. إجا وقت التقديم ونطلع الموز للفرن ونقدم منسف الرز تبعنا. اجى الوقت نقدم الاكل تبعتنا. طبعا هاي الموز صارت جاهزه. هون عندنا الرز، الموز، العبور، زي ما شايفين حاطة اللون تبعها، كمان من اللبن، الحموضة الموجودة في اللبن ساعدت إنه يستوي اللحم معانا بسرعة أكتر. صنوبر، صحتين، سبحانك.